أثيرت أنباء حول وقف استيراد لحوم الأبقار والدواجن ومنتجاتها من بعض الدول للوقوف على الإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة المختصة للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين ولضمان عدم دخول مثل تلك السلع المخالفة للوائح الفنية والمواصفات القياسية الخليجية المعتمدة. ينضم إلينا عبر الهاتف المهندس أحمد المنفوحي مدير عام البلدية. مساء الخير مهندس. يا هلا، مساء النور مهندس أحمد. طبعا هل لك أن تطلعنا على هذه الإجراءات، خاصة بالتأكيد لديكم علم بأن تواردت حول وسائل التواصل الاجتماعي هذه المنتجات، فهل لك أن تطلعنا على هذه الإجراءات ليطمئن المواطن والمقيم؟ طبعا بلدية الكويت حريصة كل الحرص على سلامة الأغذية والمستوردة من جميع دول العالم. وصلتنا أخبار وتأكيدات أن هناك في بعض الشحنات فيها بعض الإشكاليات بالنسبة لسلامة الأغذية، لذلك احنا بادرنا بعقد اجتماع طارئ لجنة سلامة الأغذية لتأكيد على أن جميع هذه الشحنات التي تصل إلى الكويت خالية من أي أمراض أو خالية من أي بكتيريا أو مضرة لصحة الناس. وأيضا هناك تنسيق مع الأخوان في مجلس التعاون الخليجي بالنسبة للإنذار الخليجي الموحد، وأيضا عن كثب احنا قاعدين نرصد هذه المنتجات، وتم أخذ عينات كثيرة من المنتجات الموجودة بالأسواق للتأكد من سلامتها. فنحن إن شاء الله نطمن الأخوة المواطنين بأن احنا نراقب هذا الموضوع عن كثب، وإن شاء الله قادرين على أن لو في لا قدر الله أي مواد ضارة لن يتم السماح لها بدخول دولة الكويت. طيب مهندس أحمد، هل تم رصد أي منتجات مخالفة من هذا النوع؟ وأحب هنا أن أشير أيضا إلى بعض المنتجات التي حصلت على شهادة الأيزو، أيضا ذكرت عبر هذه الرسائل التحذيرية، فهل لك أن أيضا أن تطمئن المواطن والمقيم والمشاهد الكريم؟ طبعا إلى الآن لم يصل لنا أي منتجات من اللي تم تعميمها، لم يصل لنا إلى الآن. وهناك تنسيق ترى خليجي مشترك، احنا اليوم اذا هناك شحنه وصلت الى اي دوله خليجيه هناك انذار خليجي موحد، وايضا هما بالمقابل نفس الشيء، لو كان في هناك عينات اثبتت عدم صلاحيتها هناك انذار خليجي مشترك يعمم على كل دول مجلس التعاون. الى الان احنا في اطار الفحص والتاكد، الى الان لا يوجد اي منتجات ثبت ان هي غير صالحه للاستهلاك. يعطيكم العافيه. كان معنا عبر الهاتف المهندس احمد المنفوحي مدير عام البلديه. يعطيكم العافيه وعساكم على القوه.